بسم الله الرحمن الرحيم. يحتفل الشعب المغربي اليوم 8 ماي بذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حفظه الله. في مثل هذا اليوم من سنة 2003 ازداد الأمير الكريم بالقصر الملكي بالرباط. وبهذه المناسبة أتقدم للأمير جليل بأحر التهاني والتبركات. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. كما أتضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يطيل في عمركم ويمتعكم بالصحة والعافية. أعاده الله عليكم وعلى الشعب المغربي باليمن والبركة، في يد لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين نصره الله، وكل عام وأنتم بخير، وأعانكم الله على كل من يريد الفساد في هذا البلد، وأعانكم الله على المفسدين الفاسدين الحاليين، وثبت الله خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.